جددا التشابه. إذا تشابه مضلعان وكان عامل المقياس لهما يساوي كي، فإن النسبة بين محيطهما تساوي كي أيضا. مفهوم أساسي، مفهوم محيط المضلعات المتشابهة. بالكلمات، إذا تشابه مضلعان فإن النسبة بين محيطيهما تساوي النسبة بين الأضلاع المتناظرة. كمثال هذه المضلعات بالرموز إنه PQRS تساوي أو تشابه KLMN، يعني PQ زائد QR زائد RS زائد SP على قسمة KL زائد LM زائد MN زائد NK يساوي PQ، نقسمها على KL تساوي QR على LM زائد يساوي RS على MN يساوي SP على NQ. إذن مضلعات قلنا بين في النسبة بين محيطهما تساوي النسبة بين الأضلاع المتناظرة. مثال توضيحي، مسبح في صالة رياضية طوله 50 متر وعرضه 25 متر، بني مسبح آخر في الصالة مشابه للمسبح القديم طوله 40 متر، جد محيط المسبح الجديد. الخطوة الأولى أجد عامل المقياس. بأن المسبح الأول يشابه المسبح الثاني، فإن عامل المقياس يساوي النسبة بين أطوال الأضلاع المتناظرة، يعني 40 على 50 كم يساوي؟ 4. يعني لو قسمناها على 10 كم فيها 10؟ فيها 4، وكم فيها 10؟ فيها 5. إذا النسبة 4 على 5، إذا عامل المقياس هو 4 على 5. الثانية، الخطوة الثانية أجد المسبح أو أجد محيط المسبح القديم. محيط إذن هو شكله مستطيل، إذن أخذ محيط المستطيل. محيط المستطيل يساوي P يساوي كما نرى هنا 1 و 2 L على زائد 2 W. أعوض 2 طبعا هذه رموز، نقول 2 في الطول في العرض، لذلك 2 أو 2 يعني 2 زائد طبعا زائد الطول في العرض. أعوض الطول 50 والعرض 25، 2 طبعا العلاقة هنا علاقة ضرب ما بين خارج الأقواس، ضرب 2 ضرب و 50 أعوض، إذن الناتج 150. إذا محيط المسبح القديم 150 متر. وإذا ما هو أيضا مطلوب منا؟ الخطوة الثالثة، جد محيط المسبح الجديد باستعمال عامل المقياس. النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين X على 150 تساوي 4 على 5. أخذنا عامل المقياس، ثم طبعا بالضرب النسبة بين محيطين مضلعين متشابهين بالضرب التبادلي أصبح لدينا 5X تساوي 4 ضرب 150. أبسط، 5X تساوي 600 وX تساوي 120. إذن طبعا هنا أقسم على 5، يعني هنا قسمة نقسم على 5 وهنا نقسم أيضا على 5، فنتج عنا 120. X تساوي 120. إذا محيط المسبح الجديد 120 متر.